السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات داخل وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم في القناة ديالي إسماعيل طابيسري جينيرال. كما وعدتكم دائما الجديد، اليوم جبت لكم فيديو جديد معنا غولف 7 جي تي دي 2016. كما كتعرفوا الغولف عندها عشاق ومحبين، وكذلك عندها تاريخ عريق، وهي سيارة شبابية، والموتور جي تي دي هو أحسن نسخة اقتصادية في المازوت، وبالنسبة لليسانس أحسن نسخة اقتصادية هي الار. وكما كتشوفوا السيارة عندها واحد ديزاين خيالي وسبور. المهم نخليكم تشوفوا الانتيريور ديال الطوموبيل، ديزاين عندها واعر من الداخل، لاكليم اوتوماتيك، الكوسان كوير، كل شيء إلكتريك. المهم ما نطولش عليكم اخوتي، نخليكم تكتشفوا الغولف 7 ونتلاقاو في فيديو جديد. وما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب في الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ومرحبا بكم مرة أخرى. We'll be right back.